सपने जब लेंगे उतारियां। انا بحبك ياسمين، انا بحبك، انا بحبك، وانا بحبك فاتح. انا هلا بعلن قدام كل العالم اللي هون، انا بحبك، انا بحبك. جو، ليش طلبتي مني اجي لهون؟ تيجو عم تسوق لحالها لعندي؟ تيجو؟ طلعي، طلعي بالسيارة ياسمين. شو لوين رايحين؟ شو صاير؟ شوفي ليش هلا عم تخبي عني وتشوقيني؟ يعني مو تشويق، مفاجأة. قلتي مفاجأة؟ أنا لسه لهلا ما فهمت شو هي المفاجأة. شوي ورح تعرفي. لاقيني برا لو سمحت. تيجو في حدا تاني جاي معنا كمان؟ شو صاير معها هي؟ لوين ناوية تاخدني؟ تيجو ليش طلبتي مني اطلع؟ اطلع ياسمين. شو عم تعمل ياسمين هون؟ هي اختي، ما فيني اخذها معي يعني؟ ايه اكيد. شو ياسو؟ شو هاد؟ ليش تعابير وشك تغيرت هيك؟ كأنك شايفة وحش قدامك، مو صهرك زوج اختك مزبوط؟ لا يلا اطلع فاتح، شكله تيجو محضرت لنا مفاجأة حلوة. قال يلا اطلع. تيجو لوين رايحين؟ رايحين مشوار طويل، رح ورجيكم شي اتنيناتكم. عندي مفاجأة. اوه،
فاجأت شو؟ صبور، لا تستعجل، رح تعرف كل شيء. يلا انزلوا. هون بدنا ننزل؟ هون في مفاجأة. ليك قدام. انزلوا. قابلوا زوجتي السيدة ياسمين سينغفير. أنا بحبك ياسمين. أنا عرفت معنى الحب بس من بعد ما قابلت فاتح وحبيته. أنا بحبك فاتح. أنا بحبك ياسمين. أنا بحبك. أنا بحبك. وأنا بحبك فاتح. أنا هلأ بعلن قدام كل العالم اللي هون أنا بحبك. أنا بحبك. كيف كانت مفاجأتي؟ عفواً، مو مفاجأة، صدمة. وأنا كمان كنت مصدومة وقت شفت حضراتكم أنتوا اتنين بالحفلة كزوجين. شو مزبوط؟ سيد وسيدة فيرك، زوجي أنا وأختي كمان. تيجو أنت فاتي عقلك يعني؟ خلينا نقعد ونحكي شوي. أنا بحبك ياسمين. أنا بحبك فاتح. أنا بحبك ياسمين. أنا بحبك فاتح. مو هاد اللي كنتوا عم تقولوه أنتوا اثنين؟ قديش صار للقصة؟ شو فكرتوا؟ فكرتوا إنه ما حدا رح يعرف خيانتكم؟ أنت اللي كنت تشارك كل شي معي صح؟
معناتها ليش ما قلت لي هالشي؟ كنت قلي أحسن ما تكذب. دي شو أنا بحب أختك مو أنتي، طلعي من حياتي، أنا ما قدرت أنساها. آسف كنت طلعت، بس ما كان عندك الجرأة تقلي هالشي. تيجو أنا وقف، رجع لورا، رجع لورا، استرجي، تحرك من محلك. أنا اعتبرتك صديق إلي فاتح، وثقت فيك أكتر من حالي حتى، عطيتك حياتي من دون تفكير، وأنت شو عطيتني بالمقابل؟ قول، غشيتني. فكر حالك إنك ذكي وما بتنكشف أبداً. فكر قديش وثقت فيكن وإنتو شو عملتوا فيني بالمقابل. حاولت إني حافظ على علاقتنا، واسيتك وإنت متضايق، وحاولت إني ساعدك قد ما بقدر. ما بلومك إنك ضحكت علي وخنتني وسويت فيني هيك، بلوم حالي لأني عطيتك هيك فرصة. تيجو أنا ما كان بدي أني أجرحك عن قصد، صدقيني أنتي بتعرفي أني حاولت كتير أنساها، بس هالشي مانو بإيدي. أنا كتير بحبها لياسمين. تيجو سامحيني، أنا آسف. بعد كل اللي عملته كرمالك؟ وياسو، مو كل شي صار مثل ما أنتي بدك؟ مو أنت اللي تركتيه ليلة عرسك ورفضتي تتزوجيه؟ يا سو رجاء انزلي لتحت، عم حلفك بحياتي. يا سو خدي تيجو هالأساور من مقاس إيدك، يلا روحي تزوجي فاتح واحفظي اسم العيلة تبعنا. كرمال إني حافظ على اسم العيلتين، وبعد ضغط وبكن جبرت اتزوجك لأنه ياسمين تركتك. لا سعادتي ولا رغبتي ولا حياتي ولا حتى أحلامي، كل هدول حطيتهم ورا ظهري وتزوجتك وتقبلتك، مع أني بعرف أنك بتحبي أسوء، وهات كمان ما همني. هي رفضتك واعتبرت أنك ولا شي بنص عرسك قدام الكل، بس أنا رجعت لك قيمتك وتزوجتك قدام الكل فاتح سينغفير. آمنت أنه أنا وياك على أساس رح يكون بيناتنا حب، أنت وعدتني، بس كذبت. وعدتني تخلي زواجنا ناجح، وعدتني نمشي لقدام بعلاقتنا، وأنا وثقت فيك وصدقتك فاتح. تتذكر هديك الليلة وقت انقطعت فينا السيارة؟ أنا فكرت إنه بعد هالليلة تقربنا كتير أنا وياك من بعض، مو بس بالجسد، بالقلب كمان. ما كنت عرفانة إنه هذا هو الوهم تبعي يلي أنت كسرته اليوم. كنت هالقليلة اترك لي يا وهم، ما كان صار فيني هيك. انت ولا مرة كنت صادق معي فاتح، انت كنت عم تلعب فيني وبمشاعري وبقلبي كمان، كل عمرك كذاب. وانتي ياسمين اختي الصغيره اللي تربينا بنفس البيت سوا على الحلوه والمره، كنت اعطيكي كل شيء الي اذا كنتي حاببتي، وبعدها تصيري تقولي انه صار الي. على الاغلب لهيك انتي فكرتي انك لازم تملكي زوجي كمان ويصير الك، من لما كنتي صغيره وانتي انانيه وبتحبي حالك. بس تيجو فاتح ولا مره حبك الي. رسي ولا كلمه. فاتح ما كان ملكك وقت حط الحنة على راسي وصار زوجي إلي.
الكيك بالوقت اللي عملت الدورات السبعة معه كمان. فاتح ما كان ملكك كمان بالوقت اللي عطاني فيه حق اني اكون زوجته من بين الكل، عم تفهمي شو قلت؟ تيجو نحن آسفين. أنا كتير آسف. أنا بعرف شي يوم إنك أكيد رح تندم، بس رح تكون كتير متأخر. تيجو ليكي شوفي انت هلا كثير معصبه، ويمكن تقوسي علينا بالغلط. رجاء نزلي لتحت تركي المسدس تيجو، منتناقش بعدين. رجاء تيجو. فاتح انت خنتني كرمال هالبنت اللي وراك اللي بتخاف من مسدس ومتخبيه وراك. انت خنتني كرمالها، هي ما كانت صادقة مع أختها. معناتها كيف مصدق إنك رح تكمل حياتك كلها معها؟ أنت شكلك رح ينضحك عليك كتير فاتح. وقتها تعال قلي تيجو أنا انضحك علي من شو مدام؟ لوين رايحة؟ فاتح لوين راحت تيجو؟ فاتح هذا اللي كنت خايف منه. هالشي كان رح يصير أول عن آخر، وأنا بقول مهما كان اللي صار فهو صار خير لإلنا نحن. خير لإلنا؟ هي هي خطتنا؟ انت قلتي انه رح نروح بعد ما نكتب الرساله وما حدا رح يعرف، بس مو هي خطتنا؟ ما لازم هيك يصير ابدا. فاتح خلص بكفي، نحن ما عملنا شيء. ياسمين حاولي تفهمي لمره واحده، ما شفتي كيف كانت رده فعل تيجو؟
هذا الشيء ما كان لازم يصير لها ياسمين. فاتح فاتح رجاء اسمعني، نحن ما عملنا لها شيء لإلها، هي اللي دخلت بيناتنا، وانت كنت تقلي انه اللي بيدخل بيناتنا لازم يمشي. وفاتح انت بتعرف ليش هيك صار؟ هي اكتشفت عن هالموضوع بالصدفة، طبيعي تكون هيك ردت فعلها. فاتح صدقني هي ما بتحبك قد ما انا بحبك، رح تطلع من هي الصدمة خلال ايام قليلة انا متأكدة. يلي كان لازم تكتشفه اكتشفته اليوم، وهالشي بيكون افضل إلنا وإلك. هلأ ما عنا شي نخبيه عن اي حدا، لازم نقول للكل ونروح من هون. ياسمين هذا الشي مو بهالسهولة، هلأ العيلتين رح يعرفوا بهالشي. فاتح امسك حالك، يلي اتفقنا عليه نحن رح نلتزم فيه، وإذا في أي مشاكل صارت رح نواجهها مع بعض. شارك كل شي سوا، معناتها ليش ما كنت صادق معي؟ قلي ليش؟ كنت قلي تيجو أنا بحب أختك وما بحبك إلك، طلعي من حياتي، كنت طلعت. بتكون تيجو قالت للكل الحقيقة هلأ وعرفوا كل شي، يا ترى كيف رح تكون ردة فعلهم؟ هلأ العيلتين رح يعرفوا بهالشي. يمكن تيجو قايلة كل شي للكل. رجعتي؟ ياسمين وينك؟ ليش تأخرتي لهلأ؟ وين كنتي؟ جاوبي، كنا عم نستناكي وانت كتير تأخرتي. هو بصراحة أنا تعبانة ومتضايقة شوي، لهيك أنا رح روح على غرفتي وارتاح. ياسمين استني. بدنا نحكي معك بشي كتير مهم. لا تأكل هم، رح أجي أخده عن قريب. ستي غانيش شاتوردي، أكيد بيكون عيد بمومباي ما هيك؟ معناتها ليش عم نحتفل فيه ببنجاب؟ إيشو حلمانة فيه؟ ستي يمكن تكون شافت شري غانيش ديفا عدة مرات على التلفزيون، يمكن لهيك. اسكتوا، الإله غانيشا بينتمي للكل مو لبنجاب أو لمومباي، بينتمي للعالم كله. أنا لما رحت المرة الماضية لعند بنت عمي على مومباي شفتهم عم يعملوا احتفال كبير كتير لعيد غانيشا، ومن وقتها قررت إنه هاي السنة رح نجيب تمثال للإله غانيشا، لأنه هالسنة إجانا خير كتير وشغلات حلوة، وأخذنا كنا بتجنن على بيتنا مثل تيجو، وأكاديمية فاتحة عم تزدهر، ومشكلة خشبير انحلت كمان. لهيك لازم نتشكر الإله غانيشا كتير. مبارك الإله غانيشا. مبارك. تيجو ما اجت على البيت، وين راحت لكان؟ يمكن راحت على بيت اهلها. ايه انا متاكد انه راحت لعند بيت اهلها، اكيد هي هنيك. جواز سفري شو كان عم يعمل بدرجه؟ ومين اللي حرقه هيك؟ هذا اثبات حبي لإلك، انا حرقت حلمي وكل شيء كنت بتمنى يصير بحياتي قدامك، ما في شيء اهم من حبك بالنسبه لي وقربي منك، عم تفهم؟ انتو شو كنتوا عم تعملوا بغرفتي؟ لا تغيري الموضوع ياسمين، اول شي لازم تجاوبي على سؤالنا، فهمتي؟ وهاد هاد مو جواز سفر؟ هاد مو كان ضايع؟ كيف كان بغرفتك معناتها؟ انتي عم تكذبي علينا؟ يلا جاوبي، انتي ليش حرقتي جواز سفري؟ قليلي ليش ساكتة؟ كل اللي عملتيه مع جيبي كان تمثيلية صح؟ سروب كان معها حق، عملتي هالشي لتنزعي علاقتك بجيبي وتخربي زواجك صح؟ ايه صح، ما كان بدي اتزوج من جيبي لأنه أنا ما قدرت حبه أبداً. رجاءً أنا كتير تعبانة، اتركوني ارتاح شوي، ما بدي أحكي معكم أي شيء بخصوص هذا الموضوع.
بس نحن بدنا نحكي فيه. قليلي قليلي شو عم يدور براسك هالمرة؟ إذا بتعملي أي شي غلط هالمرة يا ياسمين. لأنه نحن بنعرف أنه فيك تعملي الشي اللي أنت ونحن رح نندم عليه كتير بعدين. أنا ما عملت شي. بالإضافة أنا شو ما قلتلكن هلأ أنتو ما رح تصدقوا غير حكي تيجو. تيجو؟ ليش شو دخل تيجو بهي القصة؟ ليش؟ هي ما اجت لهون؟ ليش لتجي على البيت؟ هالشي بيعني انه تيجو ما قالت لهم شي ابدا، بس ليش؟ فاتح؟ انت رجعت ابني؟ تيجو وينه؟ ما اجت معك؟ نحن فكرنا انه انتوا الاثنين بالاكاديمية. تيجو راحت على بيت أهلها. تفضلوا، هو إجا لهون هلأ وهي راحت على بيت أهلها، ما هيك؟ يعني معقول هي ما كانت بتعرف إنه الاحتفال اليوم؟ ياسمين يلا جاوبيني. أنا بس قلت هالحكي من دون ما أقصد. أنتو رجاءً لا تزعجوني تمام؟ أنا رايحة أرتاح بغرفتي. ياسمين نحن لسه ما خلصنا حكي. ياسمين وقفي ياسمين. بس ليش ياسمين سألت عن تيجو؟ معقول صاير شي معاه؟ أنا رح أتصل فيها. أنا رح أتصل بتيجو هلأ. لا هو هي بس راحت لعند أهلها، عندها شوية شغل هنيك. خلص أنا بتصل فيها وبخبرها. مو مشكلة، أي أنت دقلا. صحيح فاتح وإمريك، أنا حكيت معهم هلأ، نيناتكن روحوا وجيبوا لها التمثال معكم. طيب أنا رايح نام شوي. ما عم ترد على الموبايل. انسى الموضوع، اليوم عيلتها عم يحتفلوا تمثال الإله غانيشا، هي بتكون مشغولة. أنا مو متأكد من ياسمين ومو مطمن. هي ليش؟ ما كان بدها تتزوج من كيبي. هالشي بيعني إنه كل شي كان تمثيل. شو كان يلي عم يدور براسها يا ترى؟ مبارك الإله. مبارك. اسمعوا، لازم تفيقوا بكير مشان الاحتفال. وانت فاتح ضروري كتير تحكي مع تيجو، لازم تجي بكير وقت الاحتفال على الساعة 12 الظهر بكرة. ايه ستي. ايه ماشي بكير. هلأ اكيد الكل ببيت تيجو بيكونوا عارفوا، معناها ليش ما صار شي لهلأ؟ ما حدا اتصل ابدا. تيجو ما اجت لهون كمان، هالشي بيعني انه اكيد راحت على البيت لهنيك، واكيد بتكون خبرت الكل بالحقيقة. بس ليش فاتح ما قال لي شي لهلأ؟ أنا رح أتصل وأسأله. ألو فاتح، ما عم بقدر صدق إنه معقول فوق كل شي شافته واكتشفته تيجو راحت لعندكن على البيت بهالسهولة هي. هي كتير عنيدة. مو معقول ببيتنا؟ أنت شو عم تحكي تيجو مالا بالبيت؟ فكرت عندكن؟ لا أبدا فاتح، هي مو هون. وإذا هي مو هون معناها تيجو وين؟ لو راحت بهالوقت المتأخر بهالليل. إن شاء الله ما تكون أذت حالها. فاتح، وارد إنها تكون راحت على بيت حبيبة، بيت بوزو، لحتى تخبره انه كيف نحن غلطنا بحقه. بوزو؟ ايه بوزو، هادي اللي انا. الو فاتح، انت ليش جبتني لهون؟ ابن عمي هون اجا من كندا،
كنا عم نحتفل من الليلة الماضية، خليني أعرفك عليه، تعال. أوه أوه تيجو بوزو، أنا كنت مارق من هون لهيك قلت بسلم عليك. أخي شكلك أنت خايف من تيجو، إذا بدك بتصل فيها وبقلها ممكن إنه رفيقي يحتفل معي الليلة. يلا فوت معي يلا. بوزو عنا احتفال كبير بالبيت لهيك بدي روح. مو معقول أمريكا ما اتصل فيني اليوم، شو الكل عم يحتفل؟ يلا بشوفك الصبح باي. تيجو مو هون كمان؟ وينك تيجو؟ كمان؟ ورحت على المعبد كمان، هي ما لهنيك، ما عندي فكرة وينها. مو معقول ياسمين صار نص الليل ولحد هلأ موبايلها مطفي. أنا كتير قلقان على تيجو. فاتح ليك اسمعني شوي. لا تقلق، أنا متأكدة من أنه بتكون عم تزور واحدة من رفقاتها. على كل حال تيجو كيف رح تجي لعندك؟ هي بالآخر كانت رح تعرف يلي بيني وبينك فاتح، ورح تكتشف هالشي بيوم من الأيام أنك أنت بتحبني وأنا بحبك كتير. يعني هي شو مفكرة؟ إنه رح تمنعك من إنك تحبني؟ مو بهالسهولة فيك تمنع حدا يحب حبيبه أبداً. لك ياسمين أنت دائماً بتحكي حكي بلا طعمة، أنا الآن لأنه ما عم لاقي تيجو أنت. فاتح معقول بعد كل شي صار أنت لسه واقف معه؟ فاتح ما لازم تضعف، لازم تكون قوي. ليك اسمعني، هي رح تجي بكرة على البيت وتعمل قصة قدام الكل، ورح تظهر قديش هي بريئة، ورح تظهر قديش نحن بلا إنسانية. ياسمين احيانا حاولي ما تكوني كتير انانية وفكري بالعالم اللي حواليكي. ما شفتي شو كانت حالة تيجو؟ ما شفتي كيف كانت ردة فعلها؟ اللي كان معه مسدس، حياتها بخطر. بس فاتح. اوكي باي. فاتح الو. يا الله مين لازم اسأل شو اعمل؟ ما في نقول لحدا بالبيت كمان، شو بدي اعمل؟ لتعتذروا سامحكم. يا ربي رجاء ساعدني، ماني عارفه شو اعمل ابدا. بعرف اني شخص سيء، يمكن عملت اغلاط بقصد او بدون قصد، بس رجاء لا تعاقب تيجو على الاغلاط اللي عملتها. اذا صار اي شيء لتيجو انا ما رح اقدر اتحمل. يمكن انا ما عم شاركها بقلبي بس عم شاركها علاقه الوجع. يا ربي دخيلك رجاء خدني لعن تيجو، رجاء نحميها وما تضرها، رجاء نحميها وما تضرها. المباركة للإله. مبارك. ستي امتى الوقت المناسب؟ الساعة 12 الظهر، معنا وقت، تعالوا خلينا نلعب. تيجو لسه ما اجت؟ مرحبا يا جماعة، اهلين، وهي وصلوا ضيوفنا. اهلين سيد ساندو. مرحبا سيد خشبي. اهلين فيك. تفضل تفضل. باركني عمك. الله يباركك. باركيني. الله يباركك. تيجو ما عم ترد على اتصالاتي من مبارح، وفاتح ما عم يرد، لهيك أنا كنت شوي قلقان، ولهيك أنا أجيت أتأكد إذا هنن مناح. ساتي خبرتني إنكن اليوم مرتبين للاحتفال،
وانتو بتكونوا مشغولين. ما كان قصدي ازعجكم ابدا، بس شو بدي اعمل، انشغل بالي فاجيت لهون من الصبح. مالي شايف تيجو، هي وينها؟ اخي شو عم تقول انت؟ بس فاتح خبرنا انه تيجو عندكم بالبيت وانها رح تقضي الليله هونيك. شو عم تقولي انت، هي مو عنا بالبيت؟ وإذا مو هون ولا بالبيت فلوين راحت؟ ماهي روحي بسرعة ونادي لفاتح يجي. يلا ستي أنا هلأ إجيت من غرفته، هو مانو بالبيت. لكان وين راح؟ فاتح كمان اتصل وبالبيت. أنا راح أتصل وعرف. يلا ابني يلا. فاتح تيجو وين؟ ليش ما عم تحكي تيجو وينها؟ انت قلت لنا انه راحت على بيت اهلها، بس هي احكي فاتح وين تيجو؟ انتوا الاثنين كنتوا عم تتخانقوا من كم يوم، معقول هذا السبب؟ انت شو عم تخبصي؟ ليش ما خبرتينا من قبل؟ فاتح شو صاير؟ شو صاير بيناتكم؟ احكي يلا احكي يلا قولي. فاتح وين تيجو؟ انا كمان ما بعرف وينها. أنا هلأ عرفت كمان أنه تيجو مو ببيت أهلها، كنت عم دور عليها. ابني هالشي كتير منيح، تختفي إمتى ما بدها مو؟ ما بهم إذا عائلتها قلقت عليها، شفتها إذا بالمعبه؟ أنتي خليكي ساكتة نيمو. الله وحده بيعرف وينها بنتي. عمي لا تقلق، أنا عم دور عليها ورحت على المعبد كمان، بس للأسف هي ما لهني. أنا رح روح وأسأل كل رفقات عليها، رح لاقي تيجو شو ما كان الوضع بالإذن. روح بسرعة إمري. إيه؟ وإنت كمان روح معه، دوروا بكل المستشفيات، بلكي صاير معه حادث. سيد سندو لا تاكل هم أبدا، رح لاقي تيجو أنا بأكد لك، طمن. إله غانيشا إنت إجيت على بيتنا اليوم، لا تخلي أي شيء يصير لبنتنا، حمية يا إله غانيشا حمية. ياسمين الكل بالبيت عم يسأل عن تيجو وأبوكي كان عنا. لك أنا شو بدي أقلهم؟ ما بعرف لهلأ وينها. هي راحت لحالة من هنيك وخلت السيارة إلنا كمان. ياسمين أنا كتير قلقان عليها، ماني عارفان شو بدي أعمل حتى. فاتح أنت شو ذنبك؟ ليش ما عم تقدر توقف تفكير بتيجو؟ كنت بتعرف إنه هالشي كان رح يصير شي يوم صح؟ حاجة تحكي عن تيجو كل وقتك. لك هاي أختك أنت. هي مرت بالحزن كرمال تكوني أنت مبسوطة وسعيدة بحياتك. هي ضحت وعملت بحياتها كتير من شانك. إيه صح أنا عم أحكي عن تيجو صح، لأنه أنا قلقان عليها ودائماً رح كون هيك. هي بتكون زوجتي. لك أنت كيف فيك تكوني أنانية هيك؟ كمان لا تنسي نحن غلطنا بحقها كتير. حلو أنت هلأ عم تفكر شو الصح وشو الغلط؟ هلأ وعيت على حالك فاتح؟ لحد مبارح كنت جاهز تهرب معي، الفيزا البطاقات الحفلة شو صار هلأ؟ هذا بدل ما تدوري معي على تيجو تقلقي عليها كون أختك، أنت عم تقولي هذا الحكي؟ على فكرة أنت مو متأسرة بهيك موقف جدي أبداً. هيك لكان يبدو أنه الجرح عميق كتير، حتى وجودي معك ما عم يمنعك من أنك تخاف أو تقلق على تيجو صح فاتح؟ هذا هو حبك لإلي؟ بكفي بقى خلاص، أنت بس بتضلي بتحكي عن الحب. إمتى رح تفهم ياسمين إنه في شغلات بالحياة أهم من علاقة الحب؟ لك ياسو أنا عن جد قلقان عليها، أنا رح روح على الشرطة. فاتح اللي أنت جنيت شي؟ رح يكون في مشكلة إذا أنت رحت على الشرطة، الفيزا تبعنا رح تنلغى. يلعن أبوها للفيزا. أختك مفقودة ياسمين وأنت قلقانة على الفيزا؟ أنت مو هامك؟ بلكي هي انهارت وعملت شي بحالة وقتها. فاتح انت فاتح ليك شوف، بعرف انه تيجو وقع بمشكلة كبيرة، بس انت لا تقلق عليها، انا بعرفها كتير منيح لتيجو، ما فيها تعمل هيك شي ابدا، لانها بتعرف انه ممكن تتأثر سمعة عائلتنا اذا عملت هالخطوة. انتظر شوي. الو ايه اللي ما فهمت شو صار معه؟ انتظر انا جاي.
ستي مرضت لازم روح. عن جد بترجاك فاتح، دير بالك على حالك منيح، ورجاء أنا اهدى ولا تعمل أي شيء سخيف تندم عليه بعدين، اتفقنا؟ أنا رايحة بشوفك، باي. لازم روح على البيت واتأكد مرة تانية، يمكن تكون تيجو رجعت. أنا بعرف تيجو، أنتي عم تعملي هالشي قصداً لتلفتي الانتباه عليكي. تعالي على البيت وقولي للكل الحقيقة مرة واحدة بس، يعني شو بدك تأسبتي وأنتي عم تتخبي؟ كتير لتعتذروا سامحكم، أنا مستحيل سامحكم. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.